أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الاثنين الموافق 8 مايو 8 أيار 2023. توقعات العشرية الأولى، حالتك البدنية والذهنية تبقى في أحسن أحوالها. لازم يكون عندك تأثير إيجابي كبير على كل الأشخاص اللي حواليك، اللي بيلاحظوا إزاي عندك إيجابية حلوة ولمعان بكامل ثقة. هتنفذ كل الحماس اللي بتبقى بتغمرك وبتتخلي لكل الأشخاص اللي انت بتتعامل معاهم، هتأثر فيهم وهتلاقيهم خير عون ليك ومساعد في انك تنفذ وتحقق أهدافك اللي انت افتكرت انها مش هتتحقق. هتنتفع من كل الطاقة اللي صادرة منك قبل ما يفوت الوقت ويمر من غير ما انك تبقى عملت كده. مفيش حاجة بتمشي زي ما انت مخطط ليها، حتى لو عرفت تغير مدخلك اللي انت بتتبعه هتبتدي تنجز أهدافك أسرع، وهتساعدك في آراء أشخاص كتير هتبتدي تواجهها في حياتك الخاصة. كل أنواع المشكلات لازم تبقى عندك وجهة نظر واضحة فيها. سلامتك الجسدية هتبقى أفضل لو فكرت في أسلوب حياتك، ما تكونش قاسي كتير على نفسك في الفترة دي. هتقابل تحديات كتيرة بصورة متكررة غير عادية، هتسبب ليك كتير من الضغوط، لكن لازم تبتعد عن طريقك. في بعض الأحيان لازم تتحمل شوية مسؤولية في كل حاجة، هتبقى بتساعدك على انك توفر طاقتك للحاجات المهمة بجد، وخاصة في الشغل. هتفكر في كل صحتك لأنه على المدى الطويل مش هتعود عليك غير بالفايدة، انك تبقى دايما بتستهلك قوتك في فترة زمنية قصيرة. توقعات العشرية التانية، هتبتدي تلاقي السكينة والصفاء اللي انت كنت دايما بتدور عليهم من خلال قوتك الداخلية. هتبتدي تنبع منك ثقة ونزاهة، هيطلب منك أصحابك المقربين وزملائك في الشغل إنك تساعدهم وتعاونهم، فما تتأخرش عن إنك تقدم المساعدة دي بقدر الإمكان. هتبتدي تنشغل عن سعيك إنك تحقق كل أهدافك في الفترة دي. هيتعرض شغلك لاختبار في اليوم ده، لكن مفيش داعي تتوتر. حتى لو كنت قادر علشان تظهر المعرفة السليمة، هتختبر كل ده حتى في حياتك الخاصة. في الحالة دي لازم تبقى بتدافع عن وجهة نظرك وما تفقدش تركيزك على هدفك الحقيقي. حتى مع وجود انك تاخد قرار صعب هيبقى ممكن تتغلب على اي مشكلة فيه صحية، هتبقى بتواجهك بالراحة. في الحياة دايما مش منافسة، لازم دايما تبقى بتحارب عشان تجاهد وتوصل ليها. انت بتتحمل حمل تقيل جدا، في مشكلات هتبتدي تخففها وإلا ممكن تستمر المصاعب في انها تزيد. هتوصل لاستراتيجية جديدة في التعامل مع كل التحديات اللي عندك، واللي بتعتبر مهنية وخاصة من غير ما تضيع كتير من الوقت والطاقة في نفس اليوم. عشان ما تضيعش كتير من الوقت في انك تفكر، كل يوم بيمر هو يوم مفقود جدا من عمرك. هيبقى الوقت مناسب عشان تواجه امور كتير مباشرة من غير ما تأجلها. النهاردة توقعات العشرية التالتة، هتلاقي سهولة في تعاملك الايجابي مع اشخاص حواليك في الوقت ده. الكل بيبدو منجذب ليك، وكل الصلات اللي بتبقى ليها تأثر إيجابي على مستقبلك هتبتدي تظهر في كل مكان. هتتأكد بس من إنك بتقدر كل الأشخاص دول حق تقديرهم، وده للفوائد اللي هتجيلك من خلالهم وحتى لقيمتهم الشخصية. هيكون يومك مضطرب من ناحية كتير من الحاجات اللي بتبقى مش بتمشي على حسب رغبتك. هتبتدي تستمر من ناحية تانية، هتلاقي نفسك في موقف صعب جدا بسبب كل الأشخاص اللي حواليك. ما تبالغش في ردة فعلك، حاول تستعيد هدوءك مرة تانية وحاول تفرض ده على كل الأشخاص اللي حواليك عشان تعرف تخرج سالم من كل المواقف اللي بتبقى بتواجهك في اليوم ده. عن قريب هتواجه تحديات كتيرة وعراقيل صعبة، هيتواجد أشخاص بيشتغلوا ضدك وبيسببوا لك مضايقات لما يبقوا متواجدين معك في نفس المكان. ده كله علشان يخلوا بتوازنك التالي. لازم تاخد بعين اعتبارك أقل تأثير سلبي ممكن يكون لكل العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما انت قررت تتجاهلها بكل بساطة.